الله الرحمن الرحيم. أخي الحبيب، هذا الدعاء أنصح به لوقايتك من الهموم والمكر السيء، لوقايتك مما تخاف منه، من كل شيء. كل شيء سيء تفكر فيه تدعو بهذا الدعاء. هذا الدعاء ينجيك من مصائب الدنيا، ينجيك من غدر الأصدقاء، ينجيك من الشر الذي يكاد لك. انظر معي إلى هذا العبد الصالح الذي دعا به، وهو كلمات قليلة جدا، ولكن الله سبحانه وتعالى ببركة هذه الكلمات القليلة نجاه من المكر. الرجل الذي آمن من آل فرعون وحاول أن يقنعهم بوجود الله عز وجل، تآمروا عليه ومكروا به ورسموا خططا للتخلص منه، ولكن ماذا قال؟ وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. انظر، وأفوض أمري إلى الله، أربع كلمات، إن الله بصير بالعباد، أربع كلمات. القسم الأول من هذا الدعاء أنك فوضت أمرك وشأنك وهمومك ومشاكلك، ووضعت حياتك كلها بين يدي الله الذي هو المتحكم بهذا الكون. والجزء الثاني أربع كلمات، إن الله بصير بالعباد، أيقنت أن الله يعلم مكر هؤلاء، يعلم أن هناك إنسان يريد أن يؤذيك بسحر أو بحسد أو يتكلم عليك بسوء. الله يبصره، الله يعلم هذه المؤامرات، إن الله بصير بالعباد. لذلك والله أيها الأحبة، من لزم هذا الدعاء لا يؤذيه شيء إلا بأمر الله. ماذا قال تعالى؟ وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. ماذا كانت النتيجة على الفور؟ فوقاه الله. لم يقل ووقاه الله أو ثم وقاه الله، لا، الفاء في اللغة العربية تستخدم لسرعة الاستجابة. فوقاه بسرعة، فوقاه الله سيئات ما مكروا، وحاق بآل فرعون سوء العذاب. لن ينقلب المكر والسحر والحسد إلا ليحيط بأهله، وهذا ما سوف يحدث إذا وثقت بالله، فوضت أمرك لله، وعلمت أن الله يرى ويسمع كل شيء، فهو بصير بالعباد. احفظ معي هذا الدعاء أخي الحبيب، كرره 7 مرات كل يوم. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صدق الله العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.